بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض فيه تمارين السكيلز اللي في الوحده التاسعه بالاضافه الى تمارين الجرامر. عايزك تركز معايا كده في الاتي، مش تمارين الجرامر، لا تمارين السكيلز وتمارين والامتحان. ركز معايا كده اول لما اقول لك كلمتين في الموضوع ده. اولا هو اسمه سي في بالبريطاني واسمه ريزامي بالامريكي، يعني هو السي في هو الريزامي، والسي في ده كلمة لاتينية معناها الكورس اوف يور لايف، يعني مسار حياتك، اسمه سيرتك وحتى يعني معناها مسيرتك. طيب عايزك تركز في ان السي في ده بيكون عدد فيه عدد من العناصر. الاولانية اسمه الكونتاكت انفورميشن، او ساعات بنسميها الكونتاكت ديتيلز، اللي هي البيانات الشخصية. بياناتك الشخصية يعني عنوانك، رقم تليفونك، ايميلك، التاريخ بتاع ميلادك وجنسيتك، ده كله كده العناصر اللي عايز تعرفها. طيب بيجي يقول لك بقى الفون نمبر comes under الفون نمبر، رقم التليفون بيجي تحت الهوبيز ولا الانترستس ولا الكواليفيكيشنز ولا الكونتاكت انفورميشن، لا تحت الكونتاكت انفورميشن، لان رقم التليفون ده تبع بيانات الاتصال بتاعتك، لو عايز اكلمك هكلمك عليه. الحاجه اللي بعد كده الثانيه المهمه عندنا في الموضوع ده اللي هي البيرسونال ستيتمنت. البيرسونال ستيتمنت اصلا اقرارك بنفسك، يعني انت why do you want the job، يعني لما اقول لك why do you want the job دي بنكتبها فين؟ في البيرسونال ستيتمنت. طب يا عم البيرسونال ستيتمنت بنكتب فيها ايه؟ why do you want the job، نكتب فيها هنا مهاراتك ايه بالظبط، وانت ليه مقدم للوظيفه دي، واشمعنى عايز تشتغل معانا. وبعدين في جزئيه اسمها الايدوكيشن اللي هو التعليم، والاكاديميك اتشيفمنت والانجازات اللي انت عملتها في مجالك الاكاديمي، انت اتعلمت، خدت شهاده ايه، خدت دوره ايه، وهكذا. الورك اكسبيرينس دي مقصود بيها خبرتك، انت اشتغلت فين قبل كده، واشتغلت في كام شركه ولكام سنه. سكيلز المهارات، بتعرف تعمل ايه يا فندم، يعني حضرتك عندك مهارات، في نوعين من المهارات، في مهارات فنيه اللي هي الهارد سكيلز او بيسموها تكنيكال سكيلز، المهارات دي بتعلم اتقانك للغات، وانت مدى عندك كام شهاده وكم رخصه، وعندك تعرف تستخدم الكمبيوتر ولا لا. في مهارات شخصيه اللي بنسميها سيلف، اللي بنسميها بيرسونال او سوفت او كومن، دي مهارات شخصيه بمعنى انت بتعرف تتعامل مع الناس ولا لا، والمواقف اللي تحت الضغط بتعمل ايه. يعني المهارات التكنيكال او الهارد اللي هي الشهادات، لكن المهارات الشخصيه اللي هي المهارات المكتسبه اللي في شخصيتك، اللي انت بتعرف تتعامل مع الناس ولا لا، ولو انت متوتر تعمل ايه، ولو في مشكله تعمل ايه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الانترستس اند هوبيز، الهوايات والاهتمامات. الهوايات والاهتمامات دي احنا بنكتبها عشان ممكن اهتماماتك وهواياتك تكون مفيده، انت راجل رايح تقدم في نادي رياضي مثلا عشان تدرب تايكوندو، حلو، ممكن تكتبهم في المهارات بتاعتك او اهتماماتك انك بتعرف تسبح، وهم نادي رياضي فاكيد عندهم سباحه، فممكن يفكروا يستفيدوا منك فيروحوا واخدينك. طيب عندك بعد كده حضرتك جزئيه ثانيه تبع السي في، بس قبل ما اكمل كده، السي في ده هو حاجه انت بتكتبها تو جيت ا جوب، مش جيت ا وايف ولا جيت ا سكول ولا جيت اي حاجه، جيت ا جوب تكتبه عشان تحصل على وظيفه. بقول لك في حاجه اسمها الاونلاين بروفيشنال بروفايل، الملف الشخصي على التعريف على الانترنت، ده بالظبط لو انت عارف زي موقع لينكد ان ما بيعمل. لينكد ان ده موقع انت تدخل عليه بتعمل لنفسك صفحه، بتكتب بتحط فيها صورتك وتكتب بيانات عن نفسك، انت اسمك ايه وشغال ايه واشتغلت فين، هو نفس السي في بالظبط، بس هو بيكون صفحه على الانترنت. لكن السي في ده ملف انت بتبعته لاي حد عايز تقدم عنده في شغلانه. السي في ده برضه بيكون فيه الكارير جول اوف ذا بيرسون، يعني بيكون هدف الوظيفه عايز تشتغل هنا ليه، وانت هتعمل ايه في الايام الجايه ان شاء الله، وانت هتنجح ولا مش هتنجح وليه، وانت في دراستك عملت ايه وانجازاتك، نفس المحتوى اللي بنعمله في السي في. بس في ملحوظه هنا عايز تعرفها، ان احنا في البيرسونال بروفايل ده احنا ممكن نكتبه على هيئه بوليتس او على هيئه شورت باراجرافس. يعني ايه بوليتس؟ يعني تكتب له كده انا اسمي هيثم كمال، معلم لغه انجليزيه، خريج 2009، مواليد محافظه الشرقيه، حلو، ده انت بتعملها بوليتس، حلو. طيب اشتغلت في شركه معرفش ايه من كام لكام، وبعدين حصلت على شهاده كذا، بتعملها بوليتس يعني في شكل نقاط صغيره، وممكن تعملها باراجراف، اسمي هيثم كمال، خريج جامعه القاهره، مش عارف من محافظه الشرقيه كده يعني. طيب تعالى بقى نشوف الاسئله كده ونشوف الدنيا ايه، والرايتنج ده من اهم النقاط واسهلها. ذا هوم ادريس كومز اندر، الهوم ادريس اللي هو العنوان بتاع بيتكم، ده بيكون تحت ايه، بيندرج تحت ايه، الخبرات ولا الاهتمامات ولا الانجازات ولا الكونتاكت انفورميشن، بيانات الاتصال. اوف ذا ابليكانتس، من بين الايه بتاعت متقدم الوظيفه، قدرته ان هو يصمم مواقع على الانترنت، انت بتعرف تصمم مواقع على الانترنت، برافو عليك، يبقى دي مهاره تصميم المواقع، دي مش شهاده ولا انجاز ولا خبره. الشهاده ان انت واخد كليه التربيه من جامعه مش عارف الزقازيق. الانش اتشيفمنت انك انت اشتغلت في شركه كذا وعملت لها ارباح من 1 مليون خليتهم 3 مليون. الاكسبيرينس انك اشتغلت في شركه كذا لمده 10 سنين. ايه از انذر نيم اوف سي في؟ السي في بنسميه ايه كمان؟ بنسميه ريزومي، لكن هو عباره عن كورس اوف يور لايف، يعني مسار حياتك كله. طيب في البيرسونال ستيتمنت انت بتكتب السكيلز والريزن فور ابلاينج فور ذا جوب اند يور جولز، زي ما اتفقنا اهدافك ايه، انت مقدم عندنا ليه يا جدع، عايز تشتغل عندنا ليه. طيب الكريكولم فيتاي زي ما احنا اتفقنا اللي هو السي في ده هو كلمه لاتينيه معناها الكورس اوف لايف، زي ما اتفقنا الكلام ده يتحفظ.
في السي في اكتب الايه ستيتمنت، اكيد من غير ما نكمل البيرسونال ستيتمنت اللي هو الاقرار الشخصي عن نفسك، انت عايز تشتغل ايه وعايز تكون ايه. When you write about jobs، لما تكتب عن الوظائف، you did previously اللي انت اشتغلتها قبل كده، ده بنسميه الوظائف اللي انا اشتغلتها قبل كده، يعني راجل خبير اشتغلت 70 سنه في شركه كذا. طب السكيلز، بعرف استخدم الكمبيوتر وبعرف احل مشاكل الناس وبشتغل تحت ضغط. الاديوكيشن، عندي شهاده كذا وشهاده كذا وشهاده كذا. الاتشيفمنت، الشركه دي لما رحتها كان عندها خسائر، لما رحت بالصلاه على النبي عليا خليت الشركه دي رقم واحد في العالم. رقم 8، رايت ان او اوت لاين او اون لاين بروفيشنال بروفايل، انت بتكتب البروفايل ده بتكتبه ان اي اور شورت باراجرافس، يعني في صوره باراجرافات او في صوره بالتس يعني نقاط. الاونلاين بروفيشنال بروفايل لازم يشتمل على ايه بقى؟ هيشتمل على البيرس بليس اوف يور ابلكيشن. عايزك تفهم ان كده اهو انت ما بتكتبش اي مواليد اي تاريخ او اي معلومات عن البيرس بليس وكده، ما بتكتبش الحاجات دي هنا، انت بتكتب بس مهاراتك ايه وبتعرف تعمل ايه. فرقم واحد دي بره اللعبه اللي هي الاولانيه اللي هي البيرس بليس. الماريتش انت متجوز ولا مش متجوز مش هتفرق معانا حضرتك والله. اليوجوال روتين، انت بتصحى الصبح تشرب ايه وبتنام الساعه كام مش موضوعنا برضه. انت بتكتب لي عن الكارير جولز، اهدافك كمتقدم للوظيفه ايه في الحياه. الاونلاين بروفيشنال بروفايل بيبرز الايه بتاعتك ومهاراتك والخبره بتاعتك، كواليتي صفاتك الشخصيه، انك انت كيوت ودبدوب وعسل ولا الابليكانتس المتقدمين ولا الكانديديتس المتقدمين ولا الكواليفيكيشنز، اكيد بيكون بيبرز المؤهلات بتاعتك. طيب التست يا باشا اللي هو على الوحده الثامنه ده كيوت برضه ولطيف وما فيهوش اي تعقيد. اول سؤال، الفورمال ايه اند ابرنتسشيب بروجرامز، برامج التدريب المهني والتدريب اللي بنعملها شادوت امبلويز اون ذا جوب، يعني بتشد الناس يعني الوظيفه بتخليهم يتاهلوا الوظيفه اللي هو اسمه انترنشيب. سي في، السي في از شورت فور كريكولم فيتاي زي ما اتفقنا والموضوع ده خدناه كذا مره. لوكينج افتر ا تشايلد از ا فول تايم جوب، الاهتمام بالطفل دي وظيفه بدوام كامل يعني طول النهار يعني دائمه. تمبوراري مؤقت، تمبورال مؤقت، كونتمبوراري معاصر، طب بيرمننت يعني دائم، يعني معنى كده ان الشغلانه دي وشغلانه دائمه ما دامها فول تايم. الابليكانتس المتقدمين للوظيفه ماست هاف ا جود جراوندنج ان هيومن، لازم يكون عندهم خلفيه بالهيومن ريسورسز اللي هي الموارد البشريه. رول بلاي، دور لعب الادوار، ده شيء مهم في ديفلوبينج كوميونيكيشن سكيلز، في تنميه مهارات الاتصال. هو ادرك ان الفيلم بروديوس برودكشن وود جو ديجيتال، ادرك ان الفيلم ده ممكن يكون فيلم رقمي. رقمي يعني ايه؟ يعني باستخدام الكمبيوتر وكده، يبقى كمبيوترايزد. طيب انيميتد اللي هو صور متحركه، متحرك يعني اكسبلويتد يعني تم استغلاله، اكزاجيريتد معناها مبالغ فيه. اي هاف جود 3 ادفانسد اي كواليفيكيشنز، انا خدت ثلاث مؤهلات بثلاث مستويات مختلفه متقدمه، يبقى ليفل 3 ادفانسد ليفل يعني ثلاث مستويات متقدمه. بعد كده بيقول لك I will not an internship a nearby factory at nearby factory during، خد بالك nearby دي معناها مجاور، دي صفة ممكن نقول مكانها neighboring يعني. المهم أنا عملت تدريب يعني يبقى do internship يعني يعمل تدريب، وعلى فكرة كان ممكن نقول have. There has been a breakthrough، breakthrough دي معناها انتشار أو اندلاع في وسائل التواصل منذ الإنترنت، منذ الإنترنت اكتشف. بص يا عم البرنس، أنت عندك since بيجي قبلها مضارع تام، هو الراجل مديني has been أهو مضارع تام، عايزين بعدها ايه بقى حضرتك؟ ماضي بسيط. فالماضي البسيط هنا اللي هو رقم ايه ماضي بسيط ورقم بي ماضي بسيط، ده مضارع تام بره وده مضارع بسيط بره. انت الاولاني مبني المجهول والثاني معلوم، انت بتقول منذ الانترنت اخترع فخدت الاولانيه. After I returned home، بعد ما روحت البيت اكتشفت ان الملابس بتاعتي كويت بصيغه اختي، يعني اختي كوت الهدوم وبعدين انا روحت البيت، فالكوي ده حدث اولاني حلو، فعايزينه ماضي تام، يا اما دي يا اما دي، لكن ده ماضي مستمر وده مضارع بسيط بره، مضارع مستمر بره اللعبه. يا ترى الملابس كوت ولا كويت؟ لا كويت، فاكيد دي الاجابه الصح. طيب رقم 11، لوك اور سكول اي ناو، بص مدرستنا بتدهن بتطلى الان. انا عايز مجهول، از بينتنج دي معلوم بره اللعبه، دي مجهول مضارع مستمر، ووز بينتنج ده معلوم ودي مجهول. بص ده مجهول بس ده مضارع تام وده مجهول بس مضارع مستمر، وانت عارف ان ناو دي عايزه مضارع مستمر فنخبط له دي. I felt worried as soon as the plane، أنا شعرت بالقلق بمجرد ما الطائرة، بص يا عم الحاج أنت عندك as soon as حلو وقبلها worried الماضي، فحضرتك عايز هنا غصب عنك ماضي تمام كده، فأنا هطلع اللي مش ماضي، ده ماضي ده مضارع تام، ده مضارع تام مجهول وده ماضي. الطائرة أقلعت، أقلعت معلوم يبقى ناخد توك. Who not the radio invented by، أنت عارف إن لما أسأل بهو المفروض إن آخر الجملة يكون فيها باي عشان ده مجهول، بواسطة من؟ الراديو اخترع ولا يخترع؟ لا اخترع، فانا عايز ماضي فهقول له ووز. طب ليه مش هاد؟ اصل هاد انفنتد يعني اخترع، وهاز انفنتد برضو معلوم.
طيب ما هي از انفنتد ده مجهول، بس انت مش بتقول له الراديو يخترع. الراديو اخترع بالفعل من زمان. وات ابسيتنج نيوز، يا لها من اخبار مزعجه. صديق، سياره صديقي حطمت او تحطمت. خد بالك انت عايز تستخدم هنا مضارع تام. ليه؟ لان الراجل عمال يلطم على وشه، يعني الحدث لسه حصل حالا، يعني مضارع. فدي بره عشانها ماضي ودي بره عشانها ماضي. يا ترى هاز بن دامجد يعني دمرت، ولا هاز دامجد يعني دمرت؟ لا دمرت، فعشان كده خدنا المجهول. رقم 15، ذا نوفلز، الروايات بتاعت نجيب محفوظ ما زالت تقرأ. يعني انت عايز تقول الروايات المكتوبة او الروايات التي كتبت. التي كتبت يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني which are عشانها مضارع، يعني written. هنشيل which are ونسيب له written، فنخطف له written فقط لوحديها. طب يا مستر، ما انا ممكن اقول لك الروايات كتبت بواسطة نجيب محفوظ. ايوه بس انا مكمل، لو كملنا يبقى معنى الجملة مش صح. هتبقى الجملة معناها الروايات كتبت بواسطة نجيب محفوظ ما زالت تقرأ، وده مش صح. طيب رقم 16، not in medical conferences in Egypt، في المؤتمرات الطبية في مصر هل الفرنسي، اللغة الفرنسية تتحدث؟ لا، يتحدث بها. فأنا عايز مجهول، يبقى دي المجهول. بعد كده الراجل مديك سؤال كيوت ودبدوب خالص، وبقول لك، بقول لك ايه افضل توبيك سنتنس. توبيك سنتنس يعني جملة نحطها في الاول هنا من الجمل اللي هقولها لك. بس افهم الاول الراجل بيحكي عن ايه. بيقول لك بمجرد ما انا بحتاج المساعدة I fell and scraped my knee. ذات مرة بقى، هنا بكلمة once معناها ذات مرة. ذات مرة أنا احتاجت المساعدة، أنا وقعت وجرحت رجلي، أختي جاءت لإنقاذي ونظفت لي الجرح، أنا كنت محظوظ، الناس في أسرتي كلهم آخر حلاوة وسكرين. طيب مين في دول ينفع نحطها بقى topic sentence هنا؟ أول واحدة، أسرتي دايما بتكون معايا عشان تساعدني. مظبوط، أسرتي دايما بتساعدني، وفي يوم من الأيام وقعت وأختي ساعدتني. دي مظبوطة. It's not fun getting hurt، مش لطيف إنك تتعور. لا خالص، ما بقولكش ان هو اتعور وده حاجه مش لطيفه وانه عيط. everyone has a family، كل واحد عنده عيله. تمام، you should be thankful، لابد ان تكون ممتنا لاسرتك. كل دول ما ينفعوش. اللي ينفع انك بتقول لي ان اسرتي دايما بتساعدني، ده انا مره وقعت وهم ساعدوني وشالوني ورموني في الارض. طيب with wise men، الناس الحكماء بيحبوا الحقيقه، بينما الناس الحمقى بيبتعدون عن ذلك. بينما دي بتفيد مين؟ بينما او ولكن او بالرغم من، يبقى كونتراست على طول. احترس ان اختها وايل وايلست واختها كمان يت. طيب الجمله الاخيره، الراجل بيقول لك سلاشز اللي هي الشرطه المايله، اللي هي شكلها ايه؟ اللي هي شكلها كده. لما تقول مثلا ثلاث ارباع، الشرطه دي بنستخدمها عشان نعمل ايه؟ نعمل ستيتمنت، اقرار او جمله. كويشن، سؤال. لا، سؤال علامه علامه استفهام. ولا فراكشنز، فراكشنز اللي هي الكسور او النسب، اللي زي دي مثلا اللي اسمها كسور، فثلاث ارباع. طيب ندخل بعد كده على القطعة، احنا ما ترجمناش دي، اللي هي interrogation اللي هو العمليات الاستبيان او الاستقصاء يعني. تعال نقرا القطعة كده كلمة كلمة. بقول لك one stormy morning، في يوم من الأيام الصبح والدنيا كانت عاصفة. the princess، البرنسيسة اسمها هيرنتا دي، معرفش ولا اسمها كده، هنريتا، was out walking in the rain، كانت ماشية بره في الشارع، بتمشى في المطر. she was wearing her favorite pale green rain jacket، كانت لابسة الجاكيت بتاع المطر اللي هو لونه أخضر باهت شوية. green gloves، ولابسه الجوانتي اللي لون اخضر. and her new green rubber boots، ولابسه الكاوتش المطب بتاعها والدنيا زي الفل. as she jumped in and out of puddles، عماله تتنطط بين الحفر اللي فيها ميه. one of her new rubber boots got stuck in the mud outside the castle wall، واحد من الاحذيه بتاعها اصبح عالق في الطين. she tugged and tugged، حاولت تشد وتشد. but the boot just stuck lower، الحذاء اصبح كل شويه انغمس اكتر. the only thing she could do was pull her foot out and hop back to the castle، خلعت الحذاء وبدات تمشي على رجلها كده حافيه لحد ما وصلت الكاسل. wearing one boot، لابسه فرده واحده. what a sight she was، يا دي المنظر المخزي. a princess hopping، واحده برنسيسه ماشيه بحذاء واحد من الاحذيه الطين. because she was used to getting her way she started to تشريك my favorite boot، بدأت تصرخ وتقول الحذاء هو الجامب انتو ذا بادل اند سيف ماي فيفورت بوت، مين يا جدعان هينزل في الطين ويشيل الحذاء بتاعي المفضل؟ انا لو مكان الناس هشيله انا في فضة على دماغها عشان شغلتنا معاها. ان اجلي ليزرد، سحليه قبيحه كده. ووز سليبنج نير باي، كانت نايمه جنبها. هي هيرد ذا كرايز، السحليه دي كانت مذكر كمان، سمع الصراخ بتاع البرنسس. and decided to help، قرر يساعد. he dove deep into the mud and brought up the boot، نزل في الطين بنفسه وطلع الحذاء. he asked the princess to kiss him and promised that she would take him with her everywhere، قال لها وعديني قبليني الاول وعديني تاخديني معاك في كل مكان من اللحظه دي. however the princess thought the lizard was the ugliest
creature she had seen إلا أنها شايفة أنه هو أقبح مخلوق على وجه الأرض. She took the boot and ran away. خد الحذاء وجريت بعيد. Straight for the palace. مباشرة على القصر. For several days she didn't see the lizard. مرت أيام ما شافتش فيها السحلية دي. Then one day لحد ما في يوم من الأيام he appeared. ظهر قدامها sitting on her dinner pail plate. قاعد قدامها في طبق العشاء بتاعها. She shrieked and demanded he be thrown out of the castle. هنا قبل ما نحل السؤال أو قبل ما نكمل عايزك تركز إن demand لما نجيب بعدها فاعل بنجيب بعدها الفعل في المصدر زي ما انت شايف كده. قالت لهم يا جدعان ارموا البتاع ده، صوتت في وشهم وقالت طلعوا البتاع ده بره في الشارع. Her father asked what the lizard wanted. باباها قال لها يا بنتي هو عايز ايه منك؟ The princess had to confess that he had saved her boot. البرنسيسة اصبحت مضطرة انها تعترف ان السحلية دي انقذتها وانقذت لها الحذاء بتاعها. On the condition that she would take him everywhere. بشرط ان هو ان هي تاخده هنا هيدي عايدة على الليزرد تاخد السحلية دي في كل مكان. Her father told her she must honor her promise. باباها قال لها لازم توفي بوعدك. هنريتا دي was so angry. كانت زعلانة. She threw the lizard out of the window. شالت وراحت نتشى بره في الشباك. As he hit the ground أول ما نزل على الأرض he became a handsome prince. أصبح برنس جميل. اللاب كان هيخسر وكنا نخسر الفيديو يا رجاله اقسم بالله كان هيفصل. المهم اصبح برنس جميل تمام. He told her that the wicked witch هو قال لها ان الساحره القبيحه الشريره يعني witch معناها ساحره طبعا had put a spell on him. had put a spell on him احنا نخمن كده معناها ان عملت تعويذه يعني سحرته. She was the only one who could break the spell. وهي الوحيده اللي كان ممكن تفتح او تكسر التعويذه دي. Henrietta and the prince were married. اتجوزوا. They lived happily ever after. ومن يومها يا مسلم وهم متجوزين وسعداء مع بعضهم اخر سعادة. احنا ذنبنا ايه يا جدعان بالموضوع ده؟ مش عارف ايه القصة المستفادة برضو، نفسي افهم، حد يقول لي. المهم السؤال الاولاني according to the passage وفقا للقطعة دي which of the following is true. ايه من دول صح؟ Henrietta's dead father wanted her to send the lizard out. باباها قال لها ارمي البتاع ده بره. لا طبعا. Lizard was ugly because of his love to. هو كان قبيح بسبب حبه للبرنسيسة. برضو لا. Henrietta broke her promise. اخلفت وعدها بعد ما انقذ بعد ما السحفاة اختلفت اتغيرت. طبعا ما هي كانت الاول بترميه في الشارع بعد كده هي حبته كده واتجوزه. لا ده مش هي دي. ده هي اخلفت وعدها قبل ما لونه يتغير يعني ساعة ما قال لها قبليني وكده ومش عارف وانا اجيب لك البتاع ده هي وقفت اخلفت وعدها. يبقى ده كده برضو غلط. طب جرين از اللون الاخضر هو لونها المفضل. ايوه طبعا جبتها منين؟ ما هي لابسه كل حاجه اخضر في اخضر. طيب رقم 21 why was the princess wearing her rain jacket gloves and rubber boots. هي ليه كانت لابسه الجاكيت الاخضر بتاعها بتاع المطر وكده. The weather was rainy. الطقس كان ممطر. مش محتاجه دماغ دي اكيد يعني الدنيا كانت بتمطر. It was hot. الدنيا كانت حر. There were كانت ملابس باباها ملابسها المفضلة. There were piles. كان في حفر. لا يبقى رقم ايه. Why was Henrietta going to have to keep the lizard. هي كان ليه مضطرة انها او لازم تحتفظ بالسلحفاة ده؟ ابوها اللي قال لها كده. The lizard كان صديقها ولا ابوها made her honor. باباها اجبرها انها تحتفظ بوعدها. يبقى باباها رقم بي. طب في رقم 23 يا عم بيقول لك السينونيم بتاع كلمة wicked يعني شرير يعني كرول قاسي، لكن دي لطيف وسويت لطيف وكايند لطيف وحنين وكده يعني. 24 why what did the princess ask when the lizard appeared again. البرنسيسة طلبت ايه لما السلحفاة ظهرت قدامها تاني يرموه بره في الشباك. to be taken ياخدوه جنب الكاسل يرموه بره جنب الكاسل. لا. to stay with her يسيبه معاها. لا. to be dismissed outside the castle ان هو يطرد بره الكاسل. 24 يا فندم كده خلاص 25 بقول لك when did the lizard return to his human appearance. ظهر امتى لمظهره الحقيقي؟ لما مو في الشباك. when he accompanied the princess لما صاحب البرنسيسة في الخارج. لا. when the princess threw the lizard outside لما راحت مسكرة مياه في الشارع. ده اللي صح. وقع على الارض خبط خبطة فالتعويذة اتفكت. what is the moral of the text. ايه القيمة الاخلاقية اللي في النص؟ people should keep lizards. الناس لازم تربي سحالي. لا. the princess must be polite. البرنسيسة لازم تكون مؤدبة ومحترمة. ما هي مؤدبة يا عم، حد يغلط في الناس.
people must get away from witches who are harmful. دي صح شكلها كده. It is a must that people keep their promises. من الضروري الناس توفي وعودهم. أنا كده قدام اتنين، المورال القيمة الأخلاقية اللي في القصة دي إن الناس لازم يبتعدوا عن الساحرين، ولا إنك لازم توفي بوعدك. تمام، يبقى رقم سي دي الأقرب فعلا، يبقى رقم سي إن أنت لازم تبتعد وتاخد بعيد، تبقى بعيد عن السحر. عايز يبين لك إن الساحر حول الإنسان لسحلية وبوظ حياته. الكولوكيشن بوت أس بيل أون، بوت أس بيل أون قلنا زي ما كده نتوقعنا إن هي ممكن يكون معناها إن عملت له تعويذة. Do a piece of magic، عملت قطعة سحر ذات تشينج سم ون، هي دي إنها تحارب شخص ما عشان تاخد فلوسه. العب لعبة شريرة ويعمل موسيقى شريرة، بلاي أماتش يلعب مباراة مع صديق، يبقى رقم إيه اللي صح؟ القطعة التانية بيقول لك it can be shown in facts and figures that cycling is the cheapest, most convenient and most environmentally desirable form of transport in town. بيقول لك من الواضح من كل الإحصائيات والأرقام والحقائق إن ركوب الدراجات أحسن حاجة للبيئة وللبلد. But such cold calculations do not mean much on a frosty winter morning. لكن الإحصائيات البارده دي كلها ما تنفعش في الأماكن اللي بيكون فيها برد لو أنت ماشي الصبح بدري. The real appeal of cycling is that it is so enjoyable. الاتجاه العام إن ركوب الدراجة شيء ممتع. It has none of the difficulties and tensions of other ways of traveling, so you are more cheerful after a ride. أنت بتكون مبسوط خالص خالص لما تكون راكب العجلة، بس لما تكون في مكان بقى فيه ارتفاعات وانخفاضات هتعلم الأدب. Even through the rush hour، حتى في ساعة الذروة. The first thing a non-cyclist says to you is، أول حاجة الراجل اللي ما بيركبش عجلة يقولها لك is، but isn't a terribly dangerous. واحد مثلا من الناس اللي ما بيركبوش عجلة هيقول لك هو طب الموضوع ده مش خطير. It would be foolish to deny a danger of sharing the road with motor vehicle. أكيد أنت يعني لا تبقى أحمق لو أنكرت إن ركوب العجلة في طريق عليه عربيات ده شيء مش خطير. And it must be admitted that، ولابد نعترف إن there are an alarming number of accidents، إن في حدث أو عدد من الحوادث المزعجة involving cyclists بتمر بالcyclists. However although police records indicate that car driver is often to blame، بس برضو الإحصائيات بتاعة الشرطة بتقول إن سائق السيارات هم اللي بيلاموا. The answer lies with the cyclist، الإجابة بتكون عند الراجل راكب العجلة. It is possible to ride in such way as to reduce risks to a medium. بقول لك انك تمشي بعيد عنهم عشان تقلل الاصابات دي او المخاطر دي. If you decide to join thousands in Britain who are now returning to cycling as cheap. بقول لك لو انت عايز تلتحق بالناس الالاف اللي بدأوا يركبوا على عجل عشان هو رخيص ومرضي. Your first problem will be trying to decide what bike to buy. هتقرر انهي عجلة تشتريها، دي الصعوبة. Here are three simple rules for buying a bike. قدامك يا باشا ثلاث قوانين او ثلاث ارشادات تستخدمهم في شراء الدراجة. الاولانية always buy the best you can afford. اشتري افضل حاجة تقدر تشتريها. Of course there has to be a meeting point between what you would really like and economic reality. ولك لازم يكون في اتفاق بين اللي انت عايزه ايه بالظبط وانت معاك كام يا برنس. But aim as high as you can and you will get the benefit not only when you ride but also if you want to sell. لما تشتري حاجة نظيفة يا باشا فده هيريحك وانت راكب العجلة، وهيريحك لما تيجي تبيع ان شاء الله الريسيل. Well made bikes keep their value very well. العجلة اللي مصنوعة بصناعة كويسة بتحتفظ بقيمتها. And don't forget to include your calculations and fact that you will begin saving money on fares and petrol the minute you leave the shop. ساعة ما تسيب تاخد العجلة وتطلع بيها من باب المحل اللي بيبيع العجل حضرتك كده وهتوفر فلوس البنزين والأجرة. Get the best frame. النصيحة التانية بيقول لك اشتري أفضل إطار. Frame اللي هو إطار. The main structure of the bicycle، البناء العام للدراجة. For your money as you can، يعني ده حاجة كده بتوفر لك فلوس قدر المستطاع. A cheap brakes، الفرامل الرخيص. Wheels or gears can easily be replaced. الفرامل الرخيص والعجلات نفسها والغيارات بتاعة العجلة كل ده ممكن نعمله ونبدله by more expensive one، بحاجات أغلى من دي. But the frame sets the upper limit on any transformation. بقول لك لكن الإطار ده بيشكل شيء ضروري جدا في موضوع النقل بتاعك، التنقل بالعجلة. You should allow for the possibility that your cycling ambitions will grow with practice. أنت لما تركب العجلة وتتمارس شوية هتحس إنك أنت حبيتها وفضولك هيزداد. Will you begin
The 4 miles to work may be the most you ever dream of. لما تبدأ إن شاء الله ال4 ميال اللي أنت بتمشيهم دول ربما يكونوا أكتر حلم بتحلمه. But after a few months, لكن بعد كام شهر كده, a sunny ride into the country begins to look more and more desirable. أول أسبوع كده بالعجلة هتحس إنك عايز تلطم على وشك عشان المشوار بعيد, بس شوية كده هتلاقي نفسك عايز تاخد العجلة وتبدأ تلفلف بيها في الشارع. The best thing is to buy a bike just a little but better than you think you will need. بقول لك أفضل شيء إنك تشتري دراجة. Just a little but better than, يعني عادية يعني, بس أفضل مما أنت تعتقد إنك ستحتاجها. And then grow it, grow into it. وبعد كده اكبر كده بالعجلة بتاعتك وعيش معاها. Otherwise try to get a model that can be improved. أو هات بقى موديل ينفع تغير في قطع غيار. The fit is vital. Fit is vital. يعني إيه fit بقى مصوب بيها fit؟ يعني لياقة بدنيا ولا لياقة؟ أكيد اللياقة. Handlebars and seat height can be adjusted. بقول لك الكرسي ممكن تعدله يعني, but must get the right sized frame. لكن لازم يكون عندك فريم, دي مقصود بها الايه؟ الاطار بتاع العجله, اللي هو الجسم بتاع العجله اللي هو زي ده. On the whole عموما it is best to get the largest size you can manage. ممكن تجيب احسن اكبر مقاس تقدر تشتريه, لان المقاسات بتقاس بالانش. And the usual adult range from 21, البالغ بيركب 21 انش ل 25 انش. So extreme size outside those measurements can be found. برغم ان في اكتر من كده. Some people say if you take 4 inches off from your inside leg measurements you will end up with the right size of bike. بقول لك ان العجله بتاعتك لو اكبر من مقاسك 4 انش يبقى كده مظبوطه بالنسبه لك. The basic principle though is that you should be able to stand with legs either side of the crossbar, the bar that goes from the handle bars to the seat. بقول لك ان انت لو وقفت كده, يعني العجله بتاعتك كده لو انت واقف في رجلك تكون طايله الارض, ده معناها كده افضل قياس. With both feet comfortable flat on the ground, ورجليك مفروده كده على الارض وانت مرتاح مش متعلق. برضه القطعه ملهاش اي 60 لازمه عموما, يعني 28. رأيي بقول لك اول سؤال. Regarding road safety, the author thinks that, فيما يتعلق بامن الطرق, المؤلف الراجل ده بيعتقد ان driving is as dangerous as cycling, ركوب العجلة زي خطير زي ركوب الدراجة, يعني ركوب السيارة لا طبعا, قيادة السيارة وقيادة الدراجة نفس الخطر لا طبعا. People who say cycling is dangerous are foolish, الناس اللي شايفين قيادة الدراجات دي خطيرة ناس حمقى. لا مش حمقى, هم عندهم حق لان في حوادث. Cyclists are usually responsible for causing accidents. بقول لك ان ركوب الدراجات هم المسؤولين عن الحوادث, برضو ما قالش كده, قال لك ان اللي يلام سائق الدراجة العربية. Cyclists can often avoid accidents by riding with caution. بقول لك ان الموضوع كله في ايد راكب الدراجة, لانك ممكن تمشي بحرص فتبقى واخد بالك من نفسك. فالاجابة كده رقم دي صح. طيب الجملة التانية بقول لك people who are buying, الناس اللي بيشتروا الدراجات, their first bicycle are device, الناس اللي اول مرة يشتروا دراجة بننصحهم بايه؟ get a bicycle which suits their current needs. لأن هو قال لك هات حاجة أكتر من احتياجاتك عشان بعد كده هتحتاجها وهتبيعها بسعر غالي. Spend as much money on bicycle as you can. اصرف يا باشا وجمد قلبك على العجلة عشان كل ما تجيب حاجة غالية هتبيعها غالية برضو وهتعيش معاك. هو ده اللي هو قاله. قال لك اشتري as big bicycle, اشتري عجلة كبيرة على قد ما تقدر. لا اشتري عجلة كبيرة بحيث لما تقف عليها تكون واقف مرتاح. Buy cheap, اشتري حاجة رخيصة من الموديل. قال لك لازم يبقى أغلى حاجة الموديل لأنك هتغير عليه قطع غيار. طيب after you have been cycling for few months, the author suggests that, بعد ما انت بتكون ركبت العجلة لفترة طويلة, انت الراجل بيقترح انك انت هتكون عايز ايه؟ اكيد هو قال لك هتاخدها وتتلف بقى في البلد. Want to ride only at weekends, انك عايز تركب بس ايام الشغل ايام الاجازات. Find riding to work every day boring, انك تلاقي ركوب العجلة ممل. لو قال لك اول بس 4 اميال تقريبا هتحس بالملل, بعد كده هتبقى برنس. Find cycling in town less dangerous, هتلاقي ركوب العجلة في المدينة أقل خطورة. ما جابش سيرة دي. قال لك إن أنت want to ride further than you first imagined, يعني أنت هتحب إنك تركب أكتر مما كنت حابب الأول. The author says the best way to ensure that a bike is the right size. بقول لك إن الراجل بيقول إن أفضل طريقة نطمن بيها إن العجلة دي مقاسك هي إنك تعمل إيه؟ See if your feet rest firmly on the ground when you stand. هي دي. شوف رجليك اذا كانت مفتوحه او واقفه بشكل مستقيم يعني كده على العجله ولا لا. طيب بعد كده مش محتاجين نكمل. الجمله 32
ذا اوثر المؤلف بيعتقد ان المين اتراكشن اوف سايكلينج از اكتر حاجه بتجذبك عشان تركب العجله هي ذا بليجر از ات جيفز، السرور اللي بي بي هي بتديك سرور فعلا بس مش اكتر حاجه. وقال لك اول حاجه هتحس بيها انك بمجرد ما تسيب المحل تبدا توفر فلوس، تحس بنفسك. الكومباراتيف الامن الشديد يعني، طبعا لا ما قالكش ما امن ولا حاجه، ما انت هتموت زي العربيات برضو. الكومفورت الارتياح، ولا ذا بينيفيت تو بيبلز هيلث، هي دي الفايده اللي الناس بتاخدها فيما يتعلق بموضوع الصحه. طيب بعد كده you can buy a good bike if you put into consideration the following، ما عدا بيقول لك انت ممكن تشتري عجله حلوه جدا لو انت حطيت في اعتبارك كل اللي جاي ده، ما عدا the best you can afford، اشتري افضل حاجه تقدر عليها واللياقه البدنيه بتاعتك، the easy to ride يعني انك تجيب عجله اسهل في الركوب، ولا the best frame، هو قال الثلاثه دول لكن ما جابش موضوع سهوله الركوب. بيقول لك انك ممكن تشتري عجله لو انت حطيت في اعتبارك الاتي، الايزي تو رايد، ما هو كل العجل نفس الرايدنج، نفس طريقه الركوب يعني، وهو ما قالهاش اصلا، وقال انك تتحملها وانها اللياقه البدنيه والقصه دي. What does the word adjust؟ adjust يعني يعدل، معناها change to more suitable، انها تخليها اكتر مناسبه، انك تخليها اصعب، وهتخليها سوليد صلبه، ولا تخليها الصعبه الاكيد الاولى. السايكلينج بيساعدك انك توفر طاقه، وتوفر فلوس، وتوفر وقت. لا هو انت هتاخد في العربيه ربع ساعه، بالعجله نص، انك تنقذ نفسك كده كده في حوادث سواء بالعربيه او بالبتاع ده، توفر طاقه. لا ده هتبذل طاقه اكتر، لانك هتبذل، يبقى انك توفر فلوس زي ما قال الراجل في القطعه. طيب بعد كده يا باشا خلصت القطعة اللي بعد كده الترجمة. الإجابة الصح هنا هي رقم جيم اللي هي دي. تعالى بقى نقول لك كل واحدة من دول غلط اللي هي برنس. طبعا طبيعي انك انت تقرأ العربي الأربعة الأول وعشان تحدد الغلط الكلمات المختلفة يعني، ومنها تدرك الخطأ. يوجد أنواع مختلفة من العواصف التي من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، فهناك العواصف الرملية والزوابع والأعاصير، كل منها يمكن أن تصبح قوية بشكل كاف لتسبب دمارا شديدا وفقدان الممتلكات وما هو أسوأ من ذلك. الأولانية، يوجد أنواع مختلفة أنواع عديدة هي مختلفة من العواصف التي من الطبيعي، هو قال لك من الطبيعي في الجملة، قال لك كان أوكر أني وير، ما قالكش طبيعي، في حالة الطبيعي دي مش موجودة، هنكمل كده ممكن يكون في حاجة تانية. وهناك العواصف الرملية والزوابع والأعاصير، وكل منها يمكن أن تصبح قوية بشكل كاف لتسبب دمارا وفقدان الممتلكات وما هو أسوأ من ذلك. طبعا ما جابش كلمة فقدان شديد عشان هو في القطعة أصلا قال لك سيفير أهو، أو سترونج أهو، سيفير دامج بروبرتي لوس، يبقى ما جابش كلمة شديد، فدي كده باظت عشان في كلمتين غلط. الجملة الأولانية اللي هي رقم ب، يوجد أنواع عديدة من العواصف التي من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، فهناك العواصف الشاطئية، مفيش حاجة اسمها شاطئية في الموضوع. يوجد أنواع مختلفة من العواصف التي من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، فهناك العواصف الرملية والزوابع والرياحين، مفيش رياحين في الموضوع خالص. الجملة اللي بعد كده الإجابة الصح هي رقم A اللي هي دي. طيب تعالى أقول لك الباقيين غلط ليه سريعا، أنت لو لمحت كده بنظرة متأنية هتلاقي هنا الراجل بيقول لك as will as، هنا بيقول لك as will، نسي يكتب as التانية، و as will as will، نسي برضو كاتب ويل از، نسي يكتب از هنا، ده رقم واحد، فدي باظت ودي باظت، باقي معانا رقم سي عايزين نبوظها. يقول لك كونفيرمينج، بص كده في الجمله بيقول لك ايه؟ ساينتستس اوف هيومن ديفلوبمنت، العلماء بتوع التنميه البشريه، وعلماء المديتيشن اللي هو التامل ديت، ومدربي المديتيشن مدربي التامل بيؤكدون على، يؤكد على اسمها كونفيرم، وعملها كونفيرمينج، فدي كده باظت خلاص، يبقى كده خلصنا الموضوع. باقي معانا سؤالين ألطف ما يكون، سؤالين قصة آخر حلاوة. أول سؤال، Do you think Magwitch character had any bright sides؟ هل تعتقد إن Magwitch شخصيته ليها جوانب أخرى؟ If yes, what are they؟ أنا هقول له yes. طب ليه يا عم؟ هنقول Magwitch was kind hearted to Bib، كان طيب مع بيب. Why؟ Because he gave him money and turned him into a gentleman، حوله لإنسان جنتل. شكرا. Do you sympathize؟ هل تتعاطف مع Magwitch as a result of his assistance to Bib؟ هل انت تتعاطف مع ماجويتش كنتيجه ليه تعاطفه مع بيب؟ انا ممكن اقول نو. ليه يا عم؟ بيكوز ماجويتش از ان فاكت ا كريمنال، ده معلش يا راجل في حقيقه الامر ده مجرم. ممكن اقول يس كمان. طب ليه؟ بيكوز هي ووز فيري ماتش كايند تو بيب، اند بيب نيدد سام وان تو كير فور هيم افتر هيز سيستر ووز فيري ماتش كرول، بعد ما اخته كانت قاسيه معاه، خلص الامتحان وخلص اللوحه الثامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.